بهدف بث روح السعادة والفرح عند الأطفال ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي مرت عليهم وتشجيعهم على المشاركة في مختلف النشاطات، افتتحت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس مركز حلم لرعاية الطفولة في منطقة المشتاية في وادي النضارة بريف حمص الغربي بحضور محافظ حمص وعدد من الفعاليات الثقافية والدينية. نفتتح هذا المركز الذي سيعتني بأطفال هذه المنطقة من الناحية الثقافية والإنسانية والفكرية والعلمية، وهذا يتم كله ببركة وتوجيهات مولانا صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوب وجزيل الاحترام، الذي ببركته قمنا حتى اليوم بافتتاح 6 مراكز في سوريا من هذا النوع وغيرها من المراكز التي أصبحت لدينا الآن حوالي 25 مركز يعنى بكل ما يهتم بالإنسان. يسهم مشروع حلم في تزويد الآباء والأمهات بالمعلومات الضرورية عن أطفالهم والتي من شأنها أن تمكنهم من توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. الحلم الحقيقي هو أن يكون مستقبل سوريا مستقبلا مزدهرا، ولا يمكن أن يكون هذا المستقبل كما نتمنى وكما نرغب إلا بإعداد سليم للجيل للأطفال على حب الوطن أولا وعلى البعد الثقافي والإنساني والحضاري والاجتماعي. والجهود التي تبذل هذا اليوم كما هي الجهود السابقة في نفس السياق تأتي من أجل إعادة بناء الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة لمستقبل واعد لسوريا. المتطوعون في مركز حلم أشاروا إلى أنه من خلال هذا المركز يمكن التعرف على مواهب الأطفال ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم في الرسم والموسيقى. مركزنا اسمه حلم، هو مسؤول عن مساحة صديقة للطفولة. عنا موسيقى، بنعلمهم موسيقى ورسم أشغال، وعنا قسم خاص بالمسرح والنشاطات. عنا نشاطات رسم، موسيقى، رياضة، مسرح، تمثيل. نحن عم نعطي هون باسم الموسيقى، واللي عم ندرب الأولاد على العزف وكورال غناء. وفولادنا عندهم هوايات نشاطات حلوة وعم نميلهم مواهب غناء. كما عبر الأطفال عن سعادتهم بافتتاح هذا المركز الذي سيمارسون فيه نشاطاتهم وألعابهم المحببة. أنا كتير مبسوط مركز حلم. أنا كتير مبسوط لأن فتح هذا المركز، هو مركز كتير حلو وأنا موهبة الرسم عم نمى موهبتها. افتتاح مساحات صديقة للأطفال تحت مسمى مشروع حلم ستسهم في تأمين بيئة آمنة وداعمة ومحفزة، والتي ستسهم في تحقيق نمو نفسي وفكري سليم. من منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.